لقائد الأمن الوصول الآن. تصفيقات حارة لهذا البطل يوسف ليوسف بدنو. إذن حفل التتويج تعمل من خلاله انتهاء هذه المسابقة هي مرحلة التتويج، وهي المرحلة التي يتمناها كل متسابق. أما الهدية الأولى أو المرتبة الأولى صورة للذكرى وأيتي وعلى الله أعطت الكثير للدراجة المغربية. السيدي ديالي يوسف دادو كانت من جمعية دراجة أطلس أزرق. السباق كان صعيب نظرا للمدار اللي فيه الطلعة ودرجة الحرارة حتى هي اللي خلات السباق يكون صعب. السباق كان صعب وهذا أول سباق لي في هذا الموسم. الحمد لله قدرت أنني نصل أنا والدراج الزميل ديالي في الفريق أنور رحمه، قدرنا أننا نوسعوا الفريق من البداية وقدرت أنني نصل بوحدي في آخر ثلاث دورات وقدرت أنني ندخل النهاية بوحدي. ضروري السباقات الوطنية أو الجهوية لازم يكون عندك تدريب. التدريب اللي كنقوموا بها يعني ما كتخلش على ساعتين في اليوم كحد أدنى، فيمكن أطول مرحلة تقدر تسويها في التمارين تقدر توصل سبعة ساعات. فتدريب قوية لازم تقوم بها باش تواجه المنافسين ديالك السباق. إن شاء الله التظاهرة اللي مهمة هي بطولة المغرب اللي كاينة في بن سليمان إن شاء الله الأحد المقبل. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.